الإنسان بالحياة. الجيش الحر الجبهة الجنوبية نقوم بحماية المدنيين أثناء تديدهم صلاة الجمعة. نحن في الجيش الحر على أتم الاستعداد للدفاع عن حقوق المظلومين من هذا البلد الذين تشردوا وضاعت حقوقهم في سبيل الحرية. قبل الثورة نظام الأسد كان فاسد ومستبد ولا حقوق لأحد، وبعدها حرق البلد بمن فيها، وعهد علينا نحن في الجيش الحر الدفاع عنها وعن أهلها واستعداد حقوقها. نؤمن بحق كل إنسان في هذه الحياة. نؤمن بحق كل إنسان في الحياة. نؤمن بحق كل إنسان أن يعيش في هذه الحياة. نحن نؤمن بحق كل إنسان في هذه الحياة.